أعزائي متابعي قناة عالي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم من استديوهات البث الفضائي في الحلقة الأولى من برنامجكم في ساعة. هذا البرنامج يأتيكم في السابعة من مساء كل خميس لينقل إليكم بالصوت والصورة الحراك الثقافي والاجتماعي الطلابي والإنساني أيضا الذي يدور في جامعة الملك فيصل ومجتمعها خلال أسبوع. بداية سنستعرض وإياكم أخبارنا في دقائق قليلة مع زميلي محمد الرويشد. مساء الخير محمد، وماذا في جعبتك من أخبار لهذه الحلقة؟ أكرر الترحيب بكم أعزائي المشاهدين، ودعوني أبحر معكم سريعا في جولة إخبارية لهذا الأسبوع. افتتح صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء فعاليات ملتقى الإعلام الإلكتروني التحديات والصعوبات في القاعة الكبرى بجامعة الملك فيصل بحضور معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محي الدين خواجة ومعالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز بن جمال الدين السعاتي وعدد من أصحاب المعالي ورؤساء التحرير والكتاب والمثقفين والإعلاميين والأكاديميين من كافة أرجاء الوطن. حدث كبير صدفته الجامعة وسيكون لنا وقفة معه في الحلقات القادمة. شارك معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز بن جمال الدين السعاتي في أعمال اجتماع 20 للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي صدفته جامعة الكويت، حيث تم مناقشة مواضيع عدة تهم أبناء دول المجلس من الطلبة والطالبات في التعليم العالي. نفذت عمادة تطوير التعليم الجامعي برنامجا تدريبيا للقيادات الأكاديمية بعنوان تخطيط النظم الاستراتيجية وكيفية تفادي الأزمات الإدارية في لندن. مجددا أرحب بكم أعزائي المشاهدين، وأنتقل معكم إلى محورنا الأول لهذه الحلقة بعنوان دقائق طلابية. دعوني بداية أرحب بالعزيزين أنس الأحمد طالب سنة رابعة في كلية الصيدلة الإكلينيكية وعبد الرحمن اليامي في كلية العلوم الزراعية والأغذية. مرحبا بكما في برنامج في ساعة. سنتابع معا داخل المطعم الجامعي ما رصدته عدسة الكاميرا هناك، ثم نعود لاستكمال حوارنا.
تشكل المقاصف والكافيتيريات والأكشاك جزءاً هاماً من أجزاء البنية التحتية والخدمات الجامعية، فهي الاستراحة اليومية والملتقى للطلاب، يفدون إليها من كل الكليات ويلتقون في مواعيد محددة على وجبات الإفطار والغداء والأحاديث الممتعة. المبنى الجديد لمطعم الطلاب في جامعة الملك فيصل يجمع طلاب الجامعة في أجواء من الرقي والتنظيم، ويقدم إلى جانب الجلسات الهادئة وجبات فيها التنوع والالتزام بشروط السلامة والصحة الغذائية. وهي كذلك قياسا للوجبات في المطاعم الخارجية تعتبر بأسعار زهيدة. والله الحمد لله احنا موفرين لهم كل إمكانياتنا الموجودة في العقد ولله الحمد، والأمور طيبة بالنسبة للطلاب، الأكل طازج، اللحوم والأسماك والدواجن نستلمها يوميا وتعرض أمامه كمطبوخة على تحت كل المواصفات التي موجودة في العقد بكامل المواصفات ولله الحمد. وللطلاب أيضا آراء خاصة ربما يحملون الذكريات إلى المستقبل، ففي هذا المكان تعرف بعضهم على بعض، وفي هذا المكان دارت أحاديث لا تنسى. اللي عجبني أنه المطعم يتنوع كثير، خصوصا اللي عندهم مثلا سكري، اللي عندهم ضغط يتنوع عندهم الوجبات بحيث أنها تقدر تكفيهم. تنوع الوجبات مثل السلطة، وجود الوجبة الرئيسية، وجود المشروبات المختلفة، هذا الشيء يساعد. اللي كنت أتمنى أنه مثلا في شغلات اللي هو تأخذ موية واحدة، أو مثلا صاحب المريض السكري يحتاج موية كثير، فموية واحدة شوي صعبة، ممكن أنه لو تعتبر زيادة ما في مشكلة أنه نشتري. أسعار أعتبرها جدا مناسبة، وهذا الشيء يحافز للمطعم، حافز أنه نشتري من هنا. تنوع الوجبات برضو أعتبره حافز. الله يعافيك، مطعم الجامعة الصراحة شيء مميز، أكلهم طيب وأسعارهم حلوة بعد. والمطعم الطلابي الكبير هو المطعم المركزي في الجامعة، في حين أن كل كلية تحتوي على كافيتيريا خاصة بها تقدم للطلاب الوجبات السريعة والحلوى أيضا، وتكون لهم موقع لقاء يومي يجتمعون فيه أثناء الاستراحات بين محاضرة وأخرى. مثلا في دروس، في شو اسمه صاحبي هذا اللي جنبي، أنا توني متعرف عليه تقريبا خلال أسبوع يمكن، عشان معي في الكلاس بس، مو بعشان شيء يعني فيه منه فائدة. تقريبا تعرفت على كم واحد بس مو يعني كثير، تقريبا على 2 أو 3 من كلية الهندسة وكلية معاي بالسنة التحضيرية، وتعرفت عليهم صار بيننا 10. أماكن لا يمكن نسيانها، وصداقات تنمو وعلاقات تنشأ، والحياة الجامعية تستمر، وكل ساحة بهو تروي الأحاديث عن طلاب كانوا هنا ورحلوا إلى المستقبل، وطلاب يتجددون كل عام. أرحب بكم من جديد، أهلا بكم في برنامجي في ساعة. أهلا بك أخ أنس، لنتعرف عليك أكثر. معك أخوك أنس الأحمد، طالب في كلية الصيدلة الميكانيكية بجامعة الملك فيصل بالأحساء. تابعت معنا التقرير، هل ترتاد مطعم الجامعة؟ نعم كثير والله ارتاد مطعم الجامعة صراحة، وأنصح كل الشباب أن يرتادوا مطعم الجامعة، وخاصة في السنوات الأخيرة يعني لما شهد من تطور كبير جدا. حسنا عبد الرحمن، عرفنا على نفسك. محدثكم الطالب عبد الرحمن مانع اليامي، طالب في كلية العلوم الزراعية قسم البيئة والمصادر الطبيعية برنامج علوم المياه. أهلا وسهلا بك. حسنا سأمرر إليك السؤال أيضا، هل ترتاد مطعم الجامعة؟ نعم ارتاده، وأنصح طلاب الجامعة كلهم أن يرتادونه. حسنا أنس، هل ما يقدمه مطعم الجامعة يرضيك؟ في الحقيقة لا يوجد يا أستاذ محمد عمل كامل والكمال لوجه الله عز وجل، لكن اللي يوجد يعني المطعم الجامعي يوجد فيه محاسن ويوجد فيه مساوئ، واتمنى ان تؤخذ المساوئ بعين الاعتبار. فالمحاسن كثيره لكن لا يحضرني منها الا القليل، وهي الاهتمام بنظافه المطعم بشكل عام والتنوع في الاغذيه كما تفضل اخوي مساع، ان في ناس كثير من المصابين مرضى السكر فالمطعم يعتني بهم بشكل كبير. والمساوئ المطعم صراحة يعني أرى أنه قدم المطعم وقدم الأثاث الداخلي للمطعم، هذا هو يعني أغلب
الأشياء اللي يعني قبل تغييرها. ويعني لعل هذه تكون بشرة، في أقل من شهر بإذن الله سينتقل المطعم إلى مقره الجديد وقد يحقق ما في بالك من طموحات بإذن الله. دعني أمرر السؤال إليك يا عبد الرحمن، هل أنت راض عن وجبات المطعم؟ في الحقيقة هو أنا راضي عنها بتنوعها، ولكنه يحتاج إلى بعض التطور وبعض الاهتمام. لا بد أنه يقدم خدمات ومزايا للطالب بحيث أنه يجذب الطالب إليه. مثل ماذا تقترح يعني؟ مثل لو يسوي يكون فيه اشتراك شهري. نعم. لو يكون فيه اشتراك شهري بمبلغ محدد. أن الطالب يشترك بمبلغ محدد مدة شهر بالمبلغ المحدد. يعني تقصد أنه الدفع يكون مسبق يعني؟ ايه مسبق، بحيث يكون على طريقة كوبونات أو ما شابه ذلك. طيب وماذا عن مستوى التعامل مثلا داخل المطعم وما إلى ذلك؟ التعامل جيد لا بأس فيه. بالنسبة لتقديم الوجبات؟ ايه أنا طيب. جيد. هل تعاني من الزحام داخل المطعم يعني، أو أن مدة الانتظار مناسبة بالنسبة لك؟ مدة الانتظار مناسبة، لكن في بعض الأحيان سبحان الله يكون الطلاب يعني على فترة خروج الطلاب من المحاضرات تقريبا الساعة 12 أو 1. طيب أنس، بما أن يعني أنت حصرت هذا يعني حصرت تواجد الطلاب في هذا الموعد تقريبا، هل تجد أن المطعم الطلابي فرصة لالتقاء الأصدقاء، زملاء الدراسة، تبادل الأحاديث، يعني هل تجدون فيه متنفسا يعني؟ متنفس كبير جدا لما يعني الطلاب يطلعون من المحاضرات، من ضغط المحاضرات ومن يعني تعب المحاضرات ومن أجواء الكلية خاصة يعني لما تكون أجواء دراسية، فلما يطلعون لتناول وجبة الغداء أظنها أجواء يعني أفضل ويضفي عليها من جانب السوالف يعني والحكي الجميل جدا. جميل. عبد الرحمن، يعني تفضلت بالقول سابقا بأن وجبات المطعم متنوعة وأنت راض عنها. ماذا عن أوقات تقديم الوجبات، هل هي مناسبة؟ هي مناسبة جدا، لكن مشكلتها في نهايتها. زي عندك الفطور لو ينتهي الساعة 11 أشوف أنها جيد، والغداء لو ينتهي الساعة 4 أشوف أنها جيد. يعني ما الداعي في الفطور أن ينتهي في 11؟ للمحاضرات، لأن أغلبهم ما يطلع من المحاضرة للساعة 10:30، بحيث أنه ما يقدر يلحق على فترة الفطور. هل لك أصدقاء لا يرتادون مطعم الجامعة؟ هل تعرفوا من زملائك من لا يرتادون يعني مطعم الجامعة؟ فيه نسبة بسيطة من أصدقائي من لا يرتادون مطعم الجامعة. وهل تنصحهم بارتياد المطعم لما يقدمهم وجبات؟ والله أفعل جهدي أني أنصحهم وإن شاء الله أنهم يرتادونها إن شاء الله. جميل. إذن أنس، ما هي وجباتك المفضلة في مطعم الجامعة؟ صراحة أنا أول ما أوصل مطعم الجامعة أول سؤال للموظفين هل في سمك أو لا؟ طبعا إذا قالوا لا ناخذ لهم الكبسة. نحاول نقرب من أكل البيت يعني مهما يكون. جميل. إذن يعني هل تعمل هذه الأطباق بشكل جيد أميز من غيرها؟ هي بشكل جيد والله صراحة. يعني تعمل بشكل جيد، وصراحة كل ما نجي يعني نشوفها يعني تكون فريش يعني مش مضى عليها وقت طويل يعني تكون باردة تكون لا كويسة يعني. وأنت عبد الرحمن، ما هي وجباتك المفضلة داخل المطعم؟ أجمل وجبة طول الأمر عندك الكبسة، بحيث أنهم يعملونها بطريقة مختلفة عن الطرق الأخرى وتجذب الطلاب لها صراحة. إذن ما رأيكما في أحد الأيام أن أحظى بوجبات مفضلة ليكما على حسابك؟ أبشر وحساب أنس. أبشر والله بسعدك. أبشر والله بسعدك. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكركما وأتمنى لكما كل التوفيق. وياك إن شاء الله. أعزائي، هناك إيجابيات وهناك سلبيات في غالبية المطاعم الجامعية. نحن مع طلابنا الأعزاء استطلعنا بعضها، وأظن ما سمعناه يجعلني أدعوكم جميعا إلى تناول وجبات فاخرة وصحتين سلفا. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. محورنا الثاني يحمل عنوان تحت الضوء، ومن خلاله نسلط الضوء على معلم حضاري أو سياحي أو تاريخي أو مسألة اجتماعية، أو نذهب بصحبة الكاميرا لواحدة من كليات الجامعة نتابع حكايتها مع الطلاب والأساتذة. وفي هذه الحلقة سنتوقف مع البعثة الرسمية التي ذهبت إلى الأماكن المقدسة للإشراف على برنامج الهدي والأضاحي في موسم الحج، وسنتابع الحديث عنها مع الدكتور غسان الطبري أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها. دكتور غسان، مرحبا بك. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. يا مرحبا. نود من خلالك أن نشكر حقيقة كل الجهود التي تبذلها كلية الطب البيطري في الجامعة لخدمة المجتمع. الحمد والشكر لله تعالى،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنتهز هذه الفرصة في الواقع لأشكر معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن جمال الساعاتي، وسعادة الوكيل الأستاذ الدكتور عبد العزيز الملحم، وسعادة الدكتور عبد الرحمن العنقري، وسعادة الدكتور فؤاد المبارك وعميد كلية طب البيطري والثروة الحيوانية الدكتور فهد بن عبد الله الحزاب، وسعادة الأستاذ الدكتور صلاح بن عبد العزيز الشامي. لا يفوتني أن أشكر أيضا زملائي وطلابي الذين شاركوا وساهموا وأعطوا الكثير في هذه البعثة. حسنا، وشكر لك موصول بطبيعة الحال وللجميع. دعنا بداية دكتور نتحدث عن رحلتكم إلى الديار المقدسة. نعم، في الواقع هذه الرحلة هي المشاركة الطلابية التدريبية 25 منذ عام 1410 كما ذكرت، وفي الواقع كل عام نذهب بحوالي من 30 إلى 40 مشارك، منهم حوالي 30 طالب و10 تقريبا من أعضاء هيئة التدريس. المشاركة هي طبعا بعد أن يتم يعني رسميا خطاب من البنك الإسلامي يتم إرساله إلى جامعة الملك فيصل، ونحن نقوم في تحضير جميع المتطلبات اللازمة لعملية هذه الزيارة أو هذه البعثة. في الواقع يعني ما لا أدري إذا كان الوقت يسمح إنه نتكلم عن عملية التحضير، فهي طويلة جدا يعني، والتحضير هو يحتاج إلى أمور كثيرة يعني نقوم فيها في إعطاء تدريبات للطلبة من خلال مقرر الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها، حيث هناك أساتذة يقومون في تدريس هذه المادة، ويعني بالإضافة إلى محاضرات وإلى مقابلات شخصية باستمرار، بالإضافة إلى قمنا في عمل دورة تدريبية، وهذه الدورة التدريبية خاصة في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي. وبالتالي نحن عمليا الطالب عندما يذهب إلى مشروع المملكة يكون مهيأ ومحضر 100%، وكمان نعطيه يعني نحن ملف كامل يحوي على جميع الحاجات التي ممكن إنه والأسئلة التي ممكن تقع في على رأسه يعني بالنسبة للعملية العلمية الصحية البيطرية. بهمنا طبعا نحن إنه طالب كلية الطب البيطري، وطبعا هو في مرحلة التخرج هذا الطالب يعني سنة رابعة وخامسة، عمليا يأخذ جرعة ممتازة خلال هذا التدريب قبل أن يذهب إلى المشروع، بشكل أنه يعني يعرف متى حيسافر والوقت والحاجات الذي يجب أن يأخذها معه، بالإضافة إلى عندما يصل إلى المشروع وين حيأكل وينام وشو مسؤولياته، متى حيخرج ومتى حيرجع، بالإضافة إلى يحمل معه ملف كامل عن الرقابة الصحية، عن اللحوم قبل الذبح وبعد الذبح، عن الملاحظات الأساسية والهامة في هذا المشروع. لو عفوا دكتور، لو انطلقت معك من هذه النقطة، نعم، هل لك أن تحدثنا عن الدور الذي لعبته اللجنة في الديار المقدسة هناك؟ البعثة، نعم، نحن يعني كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية، ولي يعني لي شرف إنه أكون أحد يعني مشرفين هذه البعثة. في الواقع هي بصمة
يعني كبيرة جدا الحمد لله، ولنا الشرف أنه نخدم نسك المسلمين. هذه النقطة الأولى. جميعنا من طلبة وأساتذة وغيرهم يعني الجميع يعني مهتمون اهتمام بالغ جدا، خاصة عميد كلية الطب البيطري، رئيس قسم الصحة العامة ورعاية الحيوان، يعني وكلاء الجامعة، مدير الجامعة، الكل كتف بكتف ويد في يد لإنجاح هذا المشروع. طبعا نسك المسلمين يعني هذا الشيء معروف، لذلك يعني هناك خدمة إسلامية قوية جدا، يعني هي خدمة أضحية سيدنا إبراهيم، بالتالي نحن جميعا متشجعين. النقطة الثانية أنه الطلبة في وقت قصير يعني يستطيعون رؤية حالات كثيرة من الحالات المرضية طبعا التي لا تسمح لهم يعني أثناء الدراسة أنه يشوفوا كل هذه الحالات. لذلك أعطيك رقم بسيط، أنه يذبح في مجزرة المعيصم واحد، وهي المجزرة التي نحن 25 سنة بشكل متتالي نذهب إليها، يعني يذبح حوالي ما يقارب من 230 إلى 300 ألف في السنة. هذه السنة موسم عام 1435 ذبحنا 270 ألف ذبيحة، بالتالي هذا الكم الكبير التي يتم ذبحه في فترة قصيرة من الزمن في أيام التشريق اللي هي 84 ساعة، إنك تشوف حالات كثيرة للأمراض، فهذا الشيء يعني يعتبر هذا المشروع فريد من نوعه في العالم، وبالتالي يعني الطالب يتدرب بشكل كبير على الرقابة الصحية البيطرية، فهو يقوم في مشاهدة الحيوانات قبل الذبح. طبعا احنا بهمنا رقم واحد هو صحة المسلم الفقير، ان تذهب اللحوم الهدي والأضاحي أن تذهب إلى المسلم الفقير، تذهب إلى 25 بلد إسلامي، بالتالي صحيحة وسليمة خالية من أي ضارات. وبالتالي نحن يعني همنا الوحيد والرئيسي هو المحافظة على صحة الإنسان، يعني إحنا كدكاترة طبعا نبراسنا هو المحافظة على صحة هذه اللحوم، أن تصل سليمة، أن لا تفسد على الطريق لأن يجب أن تجمد، وبالتالي مسافات كبيرة. وكذلك أيضا يعني نحن في رقابتنا الصحية قبل الذبح، يعني الحيوان هو حي، نقوم على إبعاد أي حيوان، أو يعني نحن في مجزرة العينسون واحد هي غنم، وبالتالي نقوم على إبعاد أي يعني غنم مثلا مصاب في أمراض. هل تم رفض أي عينة من هذه؟ نعم طبعا هناك بعض الأمراض، ولكن الأمراض ليست كثيرة للأسباب التالية. أول شيء، المملكة العربية السعودية يعني تولي مشروع الهدي والأضاحي، يعني تولي في الواقع يعني اهتمام كبير، وهذا طبعا ليس غريبا على مملكة الإنسانية على أن تقوم في الاهتمام الجاد، وبالتالي البنك الإسلامي يقوم في الإشراف على هذا المشروع، والبنك الإسلامي حريص جدا وحريص يعني للغاية لعملية المثابرة باستمرار على أنه يعطي الأفضل دائما، وطبعا يعني هذا الذي يحصل في كل عام. بالتالي هذه الأغنام التي تأتي من العالم الخارجي عبر المقاول طبعا تأتي مراقبة في بلدانها، بلدان المنشأ، من ثم يتم مراقبتها عند دخولها البواخر يعني أو القاطرات وإلى آخره، من ثم يحصل في المملكة عند وصولها المملكة. يعني أطباؤنا البيطريون الموجودون في جميع مناطق المملكة، وعدد عددهم كبير والحمد لله، وجميعهم تدربوا في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة الهدي والأضاحي خلال 25 سنة هذه، بالتالي يقومون هم في رقابة صحة هذه في الموانئ، رقابة هذه الحيوانات وهي حية مرة أخرى، بالتالي تأتي هذه يعني في النهاية إلى مشروع المملكة العربية السعودية، إلى مكة المكرمة، إلى حظائر المشروع في المعيصم واحد وغيرها. طبعا هناك أكثر من 6 مجازر في المشروع،
ونحن منقوم برضو في عملية الرقابة الصحية عليها. طبعا بغض النظر عن هذا، في هناك أمراض فيروسية، والأمراض الفيروسية لها طبعا فترة حضانة، فقد تصاب فيما بعد. دكتور عفوا، لعلنا نستمع لهذا الشرح في فيما بعد او في حلقات اخرى، ولكن بودي ان اسالك امتدادا لدوركم الرقابي، هل تقومون بدور مشابه خارج موسم الحج كناحية رقابية؟ نعم، او توعوية حتى. نحن طبعا يعني نحن عمليا اساتذة في الرقابة الصحية على الغذاء، اللحوم والالبان، وانا في الذات في هذا المجال، وبالتالي طبعا قدمنا عدة اجتهادات، ولما مثلا نكون في المسالخ فنحن نراقب، نحن نحمي الإنسان، نحمي المجتمع، أبناؤنا، أطفالنا، نساؤنا، نحمي الجميع على أن يتصل لهم هذه اللحوم سليمة. بالإضافة عندما نذهب إلى المزارع، مزارع الأبقار والحليب، كذلك نحاول نفس الأسلوب، يعني أنه نتواجد في حماية صحة الإنسان. هذا دور الجامعة الفعلية بالمناسبة. نعم، بالإضافة إلى ذلك نحن لنا يعني وضع توعوي، نحن نقوم في عملية الإرشاد في أكثر من مجال، يعني في حال أنه طلب منا هذا الشيء طبعا نقوم في ذلك. بالإضافة إلى ذلك نقوم في إعطاء كثير من البحوث العلمية والنشرات، وأحيانا يعني يطلب منا الكتابة في بعض الجرائد، نقوم في ذلك لعملية التوعية، نشارك في المؤتمرات العلمية من ناحية صحة الغذاء وإلى آخره، نوجه يعني المستهلك في الذات يعني في هذه الأمور، ويعني عندما يطلب منا أكثر من أنه بشكل شخصي يعني. بارك الله فيكم دكتور. الحقيقة في نهاية هذا الحوار لا يسعني إلا أن أشكرك شكرا جزيلا على جهودكم وعلى هذه المقابلة، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود. بعد الجامعة، جملة يومية تقولها لزميلك في الجامعة بعد ما تنتهي محاضراته. أخذنا هذه الجملة وخليناها عنوان البرنامجنا هذا، وينك بعد الجامعة. يمكن مروح بيتكم تاكل ومن ثم تنام، ويمكن عندك نشاط رياضي أو فني أو ثقافي، ويمكن عندك مهنة تزاول. أعزائي وزملائي الطلاب، مهن وهوايات ونشاطات راح نتعرف عليها من خلال برنامج وينك بعد الجامعة. ستفوز بالغفران.
الخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل هذا الأسبوع شهدت الجامعة نشاطات عديدة لعل أبرزها مشاركة 60 طالبا من أعضاء نادي جوالة جامعة الملك فيصل بإشراف من عمدة شؤون الطلاب في مراسم الحج لهذا العام. ساعد سريع عد عد جواد أمد وسعد. من منطلق قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، شاركت عشائر جوال جامعة الملك فيصل بمعسكر الخدمات العامة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. الانطلاق يكون من المعسكر إلى مواقع الإرشاد الوهمي، ودائما الجوالة لا تعرف الصمت، فالصيحات الحماسية هي السلاح لمحاربة الملل والتغلب عليه. الإرشاد الوهمي أو المسح هو الذي يتحتم على كل جوال الذهاب إلى عدد معين من المخيمات بعد توزيع المناطق من قبل قائد الفرقة على أحد الجوالين. أو جوالين يساعدون بعضهما البعض حتى إذا وصل إلى المخيم المطلوب أخرج ورقة ليسلمها للأخصائي، وهو المخول بالختم أو التوقيع على الورقة ليصادق أن الجوال وصل إلى المنطقة المطلوبة. وحينما تدق ساعة الصفر ويتوافد الحجاج بالملايين يأتي وقت العمل وتوزيع الجوالين على أكثر من نقطة، ويبذل الجوالة أقصى مجهودهم بأن لا يتوه أي حاج، فعندما يأتي إليهم الحاج التائه يحاولون إيصاله إلى مخيمه عن طريق الإرشاد المتجول بالرسم على الخريطة. وإن عجز عن ذلك يتوجب إرساله إلى أقرب مركز إرشاد وهم يتكفلون بإيصاله. أما إذا كان المخيم قريباً فلا مانع من الذهاب برفقته لإيصاله وتسليمه للمطوف، وهو المسؤول عن الحجاج في حملته والتوقيع بأنه قد استلم الحج. وفي الختام دعوة حاج ربما تغير مجرى حياتك. شكرا محمد. أرحب بكم مجددا مشاهدي الكرام، وأرحب بضيفنا سعادة الدكتور خالد بن أحمد البساعدة عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك فيصل. دكتور خالد مرحبا بك في برنامج في ساعة. الله يحييك ويعافيك وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة لإلقاء بعض الضوء على بعض أنشطة عمادة شؤون الطلاب في الجامعة. أهلا وسهلا بك. نتحدث بداية دكتور عن فريق نادي الجوالة في جامعة الملك فيصل وأهم نشاطاته. نادي عشائر الجوالة في الجامعة يعني كأنه ربما يسهل على كثير من الناس يقولون لهم بأنه يعني هو امتداد لمرحلة الكشافة اللي كانوا يأخذونه في المدارس، نعم، والتعليم في وزارة التربية والتعليم، نعم. أنشطة الجوالة حقيقة متعددة، منها أنشطة للجوالة بذاتهم في التطوير وتطوير الذات ومهارات الحياة، وكذلك منها الأنشطة المتعدية التي تخدم الأنشطة العامة التي تقدمها العمادة أو تقدمها الجامعة أو تقدمها أيضا أحيانا المحافظة أو أيضا الجمعية الكشفية السعودية أو الاتحاد الكشاف المسلم. فهي أنشطتها متعددة بناء على مثل ما ذكرت على وصف إما للجوالة بحيث هناك فيه برامج لتطوير الذات والمهارات ودورات تقيمها سواء تقيمها الجوالة بناء على مع في نفس الخط موازي مع رواد الكشافة. ومن الجدير ذكره بأن رواد الكشافة في الأحساء لهم ريادة
على مستوى المملكة بل على مستوى الخليج. لذلك هنا ربط بين الجوالة جامعة الملك فيصل ورواد الكشافة في الأحساء، وغالبا تكون لهم يعني حقيقة يعني ميزات بأنهم يعني متقدمين على بعض المناشط والمراكز اللي تقام من خلال جوالها والكشافة على مستوى المملكة. جميل. وماذا عن موسم الحج دكتور؟ هل كان تحدثنا عن وفد الذي ذهب إلى موسم الحج ومهامه؟ الجامعة حقيقة تشارك في كثير من الأنشطة التي يعني تهم الدولة وتهم البلد، ومن ضمن الأنشطة هذه اللي هي قضية مشاركة النادي عشائر الجوالة في الجامعة مع وزارة التربية والتعليم التي تقوم هي التي تقوم على البرنامج بشكل عام في المملكة، بالمشاركة أيضا مع جوالة الجامعات السعودية بشكل عام. البرنامج هذا برنامج قديم جدا، يعني له أكثر من عقدين من الزمن، بل ربما يقارب 30 عام. يعني أنا شاركت في هذا البرنامج وأنا طالب، والآن يعني أولادنا يشاركون في هذا البرنامج والبرنامج مستمر. البرنامج طبعا فكرة رائدة ورائعة جدا، مثل ما ذكرت سابقا بأنها تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، والجامعات السعودية يعني تساهم في هذا الدور. دور الجوالة يعني بشكل عام ومنها جوال جامعة الملك فيصل دور رائع جدا بأنه يخدم نشاط عام تقدمه الدولة وبرنامج عام تقدمه الدولة. هذا البرنامج مرتبط بركن من أركان الإسلام. الجانب الآخر حقيقة أهمية هذا البرنامج بأنه ينبع يعني يعطيك فكرة تامة عن قضية تضافر الجهود من جميع الجهات وتعاون جميع الجهات والقطاعات والهيئات في الدولة، حتى يعني الجميع يتعاون بحيث تكون حقيقة المملكة، ولست أقول بأنها صورة المملكة، حقيقة المملكة تكون بارزة وواضحة للعيان بما تقدمه لضيوف الرحمن وضيوف المملكة بشكل عام. وفيه نوع كبير جدا من التكامل والتعاون. لهم بعض الأدوار اللي هي متعلقة بالحجيج، ولهم أدوار متعلقة مع بعض الوزارات، كلها تكون في منظومة واحدة، وأيضا مثل ما ذكرت بأنها تكون حلقات في سلسلة متزنة وعقد منظوم. يقوم بمهام كبيرة جدا وكثيرة جدا، لعل نتطرق إليها مثل قضية إرشاد التأهين والمسح والإرشاد، وكذلك المشاركة في الأمور الصحية بتعاون مع وزارة الصحة وتحت إشراف وزارة الصحة، كذلك الأمور الإسعافية، وهكذا مجموعة من الأنشطة تقوم عليها الجوالة بالتعاون مع الكشافة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم. وأيضا مثل ما ذكرت بأنها تخدم الحاج وأيضا تخدم الوزارات الأخرى المختلفة في هذه الأمور. وقياسا دكتور بما قدمه النادي في الأعوام السابقة، هل أضيف لما قدمه شيء جديد هذا العام؟ باستمرار، التطور موجود باستمرار حقيقة، هو الجوالة تحظى بعناية ورعاية من سواء من قبل الوزارة أو من قبل الجامعات. وجامعة الملك فيصل، جوال جامعة الملك فيصل هذا العام أفضل من العام السابق، والعام السابق أفضل من الذي قبله من حيث التطور، سواء في العدد، من حيث التطور أيضا في الدورات اللي تم أخذها، أيضا من حيث الدور الذي يقومون به، أيضا من حيث التنظيم. فكل عام لا شك بأنه يستفاد منه من الأشياء، سواء يستفاد منه من الجامعات الأخرى أو من التطور على مستوى الجوال في المستوى العالمي، أو أنه من يعني بتجاوز وتلافي الأخطاء السابقة. الجوال هذا العام مثل جامعة الملك فيصل شاركت بأربع فرق، يعني بحوالي 62 واحد من الجوال شاركوا في مجموعة من الأنشطة في عرفات وفي منى وفي مزدلفة، وكذلك في مع البنك التنمية الإسلامي، فتعددت أنشطتهم مثل ما ذكرت سابقا. والجوالة يمكن السنة هذه على ذكر قضية إيش التطور، السنة جامعة الملك فيصل الفرقة الثانية حازت على درع التميز بين الجامعات، كذلك الفرقة الرابعة حازت على مركز متقدم. نبارك لكم. الله يبارك فيك. فباستمرار في تطور أيضا، حتى لو يعني تم الاطلاع على احنا نطلب من كل جوال يكتب تقرير يعني منفصل ومستقل عن الآخرين، ثم نطلب تقرير متكامل من رواد الفرق، ويخرج تقرير جميل جدا بحيث الأنشطة، لدرجة يعني من الأشياء الجميلة سواء الجامعة أو غيرهم الجامعات أو أيضا
منسوب وزارة التربية والتعليم، يعني استضافهم سمو محافظ مدينة جدة وكذلك أمير منطقة مكة المكرمة، استضاف رؤساء الوفود يعني وشكرهم على ما يقدمون ووعدهم بتذليل جميع الصعاب اللي يحتاجونهم في 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 منطقة طبعا المشاعر. وهل يحظى أعضاء النادي بنوع من التدريب أو التأهيل ليكونون قادرين على القيام بهذه المهام؟ الجامعة بالتعاون مع جهات أخرى داخل الجامعة وأيضا خارج الجامعة يعني للقيام بعديد من الدورات حقيقة، يعني سنويا تعاد دورات غير الدورات المستقلة للحج، في هناك دورات بشكل عام يأخذها الجوال بحكم تدرجه في الجوالة، وهناك أيضا الدورات متعلقة بالحج مثل قضية الـ يعني ما يشمل بعض أنظمة الدفاع المدني، كذلك في قضية الإسعافات الأولية نعملهم دورات، قضية أيضا التعاون مع كذا، أيضا قضية كيفية التعامل مع الآخر وخصوصا لا يعني لا تنسى بأن في موسم الحج يكون هناك ازدحام والناس يعني صحيح. تتأفف وضيق وأيضا المكان عرى ويكون فيه العطش صحيح. فيكون يعني فيه دورات تتعلق بهذه الجوانب يتم فيها طبعا تدريب الجوال حقيقة دائما باستمرار، يعني الجوال يمكن من أنشط الأندية في قضية الدورات. هل يتم الاختيار أعضاء النادي أم يأتونكم تطوعا دكتور؟ وجود الجوالة طبعا احنا مع كل قبول في كل عام دراسي جديد، يعني في فترة استقبال الطلاب الذي يعني حقيقة نسميه احنا في الجامعة اللي هو ايام او اسبوع التهيئة او التعريفي اللي نستقبل فيه الطلاب الجدد ونحاول ان احنا نبين لهم قضية الانتقال من الثانوية الى الجامعة وما تتطلبها الجامعة وكيفية بانه يعني حث الطالب على انه احنا نسميه واحد واحد انه من الفصل الاول يفترض انك تكون متميز حتى لانه يؤثر على المستقبل ويؤثر على معدل الطالب، لذلك في هذه الايام اللي فيه لقاء الطلاب المستجدين في بداية العام الدراسي في كل بداية عام دراسي نعمل نوع من التعريف وايضا نزود كل طالب من الطلاب المستجدين الذين يحضرون هذه اللقاءات باستبيان، من هذا الاستبيان قضية ما هي هواياته وايش الاشياء اللي يشارك فيها، ثم بعد ذلك طبعا تجمع ويتم الاتصال بالطلاب الذين عندهم رغبة في الجوالة. هل تجدون اقبالا دكتور؟ إيه نعم نجد، يعني وإن كان الإقبال هذا العام أفضل من العام الذي قبله، بالإضافة إلى هذا ما يتم أيضا يتم قضية التفعيل من داخل الكليات، يعني نشط منسوب الجوالة الموجودين عندنا من كلية معينة نحاول أنهم نقيم بعض البرامج بحيث نجذب أيضا مجموعة من الطلاب. تتشاركون دكتور في هذه المهمة مع جمعية الكشافة السعودية، هل لك أن تحدثنا عن هذه الشراكة المجتمعية؟ كم تخدم جامعة الملك فيصل وبماذا تفيد الجامعة؟ والله في تعاون بينه وبين الكشافة السعودية من خلال رواد الكشافة الموجودين في أو يسمونها مفوضية رواد الكشافة في الأحساء، وهي تقريبا هي أكثر المفوضيات تميزا في المملكة، يعني يمكن على الأعوام السابقة دائما يأخذون المركز الأول، فهناك تعاون جيد باستمرار. بالمناسبة الآن في موجود مجموعة من الرواد طبعا موجودين في رواد الحركة الكشفية موجودين في عمادة شؤون الطلاب يجتمعون ونستفيد منهم جدا في قضية الدورات والخبرات المتراكمة وأيضا تاريخ الحركة الكشفية على مستوى الخليج أو على مستوى الأحساء أو على مستوى المملكة. وفي بالمناسبة يعني أنا لم أكن من الكشافة لكن كنت من الجوالة، في موجودين من رواد بسبب تعاوننا مع الكشافة وجدت مجموعة من الأساتذة اللي درسوني وتشرفت والله حقيقة بلقائهم وأتشرف بهم وأستفيد منهم لازلت، وكذلك فيه نوع من التعاون بينهم وبين الجوال حقيقة، والجوال تستفيد منهم بصورة كبيرة جدا لأنهم خبرات متراكمة. بالتأكيد. دكتور ماذا في جعبة عمادة شؤون الطلاب من نشاطات في هذه المرحلة؟ فيما يتعلق بالجوال أو بغيرها من نشاطات تود أن تذكرها للمشاهد؟
والله الأنشطة كثيرة جدا، يعني مثل للعمالة سواء تقدم في كل عام سواء للطلاب أو للطالبات، من خلال طبعا أقسام الطالبات، يعني فيه الأنشطة الثقافية وهذه كثيرة جدا، يعني من صعوبة حتى حصرها، يعني تشمل المسابقات، تشمل المقالات، تشمل الحركات الفنية ومثل المسرح، فموجودة مجموعة كبيرة جدا من الأنشطة. أيضا عندنا برامج الأنشطة العلمية والأندية مثل النادي الصحي وهكذا، يعني أيضا النادي البيئي، فمجموعة من الأندية والشباب حقيقة من سواء الكليات من على مستوى الطلاب أو الطالبات أيضا موجود فيها مجموعة. هناك بعض الاختلافات أو التنوع ما يوجد عند الطلاب في الغالب العظمى يكون موجود عند الطالبات، وأيضا في أندية بس فقط موجودة للطالبات بحكم يعني طبيعتهم، فموجود مجموعة من الأنديات ومارس تقيم هذه الأندية حقيقة مجموعة من الورش والندوات سواء على مستوى الجامعة أو برا الجامعة بالتعاون مع الكليات. كذلك في مثل ما ذكرت الجوانب الاجتماعية والبرامج الاجتماعية، وهذه كثيرة طبعا مرتبطة بقدوم بعض الجامعات إلينا ونذهب إلى بعض الجامعات، أو الرحلات أو الأنشطة الاجتماعية اللي هي أو المجتمعية التي تكون فيها بالشراكة مع جهات أخرى داخل غالبا المنطقة الشرقية حقيقة، ولكنها أيضا تحدث مع الأماكن الجانب الأخرى. الجامعة طبعا كما يعلم الجميع تشارك في البرامج العامة اللي تقدمها الوزارة أو ما يقدم من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون، من ضمنها مثلا من خلال وزارة التعليم العالي اللي هي قضية موضوع المؤتمر العلمي للطلاب وطالبات وزارة التعليم العالي الذي سيكون في جدة، وهذا تقريبا الآن المؤتمر السادس. الجامعة تشارك فيه وتشارك فيه بشكل جيد ولله الحمد، يعني والجامعة ربما حقيقة تبذل جهد كبير جدا الجامعة بكل قطاعاتها من الكليات والعمادات، مثل عمادة شؤون الطلاب، عمادة البحث العلمي، أيضا الكليات، وهناك دعم حقيقة طيب ومشكور من قبل إدارة الجامعة، وكذلك أيضا الدعم الموجود من داخل الكليات حقيقة وتعاونهم. فهذه أمور يعني كثيرة تمر على العمادة من خلال الأنشطة العامة التي تقدمها الوزارة. أيضا نشارك في الأنشطة التي تقدمها مثل ما ذكرت أمانة مجلس التعاون الخليجي للبرامج، سواء هي اللي يسمونها الأسابيع، الأسبوع الثقافي أو الأسبوع الاجتماعي وهكذا. يعني منظومة واسعة الحقيقة من الجهود يا دكتور، وتستحق منا كل الشكر والتقدير، وأود أن أشكرك أيضا على حضورك بيننا، ونتأمل أن نلتقي بك في حلقات أخرى بإذن الله تعالى. شكرا لك دكتور خالد. شكرا لك وأكرمك والله. أعزائي، ساعتنا شارفت على نهايتها. في الأسبوع القادم نلتقي مع دقائق متنوعة تشكل في انسجامها ساعة جامعية بامتياز. شكرا لك محمد. ولك الشكر. يتجدد اللقاء مساء الخميس القادم في أمان الله. We'll be right back.